تمكنت خلال هذا الأسبوع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأم دائرة زمورة من توقيف شخصين وحجز مبلغ مالي معتبر قدر ب 72 ألف دينار جزائري. العملية هذه جاءت بعد ورود معلومات إلى ذات عناصر المصلحة عن وجود شخص يقوم بترويج وطرح للتداول أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار، أين تم وضع خطة عمل محكمة وترصد وتم توقيفه هو وشريكه، تم تحويلهما إلى المصلحة وتم تحرير ملف إجراء قضائي إلى غاية تقديمهما أمام العدالة.